نشوف التغطية المستمرة معكم بين قناة الأردن اليوم وإذاعة أمن أف أم مع الزميل النقيب حازم المستريح، لنتعرف على آخر التطورات الموجودة على طرقنا. خلينا نصبح عليه ونشوف آخر التطورات. ألو، صباح الخير. صباح الخير زميلة كاتي، صباح الخير إليك وصباح الخير لكل المشاهدين على قناة الأردن اليوم، صباح الخير لكل مستمعينا، سعيدين بهذا الربط المباشر مع قناة الأردن اليوم وعبر برنامج يحدث اليوم. بكل تأكيد هذا الربط المباشر، الهدف والغاية دائما وأبدا الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستمعين ومن المشاهدين، تحقيق رؤيتنا بالوصول برسالتنا الأمنية والمرورية إلى كل الأحبة المواطنين والمشاهدين. تحياتنا لكم ولكل العاملين بقناة الأردن اليوم. وبهذا الصباح راح نروحنا وياكم إلى إدارة السير المركزية، لكن اليوم من الميدان ومن خلال مداخل العاصمة عمان والدوريات المنتشرة لإدارة السير المركزية، المقدم عيد الخرشة رئيس قسم الدوريات المرورية في إدارة السير المركزية اللي معنا على الهاتف مباشرة. عيد بيك، صباح الخير يا سيدي ويعطيك ألف عافية يا رب. من خلالك ومن خلال ما تعاملتم به من ملاحظات اليوم مداخل العاصمة عمان، أبرز الملاحظات والحالة المرورية في هذا الصباح. صحيح أخي حازم، كما تعلم ويعلم أخواننا الجميع الآن يعني مجموعاتنا منتشرة ضمن شوارع العاصمة عمان وعلى رأس عطوفة مدير الإدارة، بالإضافة إلى مساعد مدير الإدارة ورؤساء الشعب ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى ضباط المفارز. يعني كان هناك حركة قوية ونشطة للسير لقائد من محافظة الزرقاء صعودا باتجاه شارع الجيش، ومن ثم بمنطقة البلد بالداخل مجموعاتنا منتشرة حتى أن يتم تنظيم وضبط الحركة المرورية. شارع الاستقلال صعودا باتجاه الأعلى، والحمد لله رب العالمين يعني الحركة متوسطة لغاية هذه اللحظة. مجموعاتنا أيضا منتشرة سواء كان على المداخل والمخارج حتى أن يتم ضبط الحركة وتسهيل مهمة إخواننا الساقين. الدوار الداخلية باتجاه دوار المدينة الرياضية حركة دون المتوسط، أيضا مجموعاتنا منتشرة سواء كانت الدراجات أو الإضافة إلى وظائف المشاة حتى أن يتم سحب الحركة المرورية في كافة المواقع. شارع الاستقلال أخي حازم حقيقة باتجاه أسفل نفق الداخلية شارع ملك نور باتجاه دوار عبدون باتجاه نفق المعلق، بالإضافة إلى إشارة المخدرات أيضا في حركة قوية ونشطة، مجموعاتنا منتشرة على الدواوير حتى أن يتم سحب السير. يعني في كافة المواقع أخي حازم يعني الحركة ولغاية هذه اللحظة بسيطة جدا ومنها قوية جدا، مجموعاتنا منتشرة على المداخل والمخارج حتى أن يتم سحب السير وتسهيل حركة إخواننا المواطنين حتى وصول يكون وصول آمن. عيد بك، أي إعاقات تعاملتم معها خصوصا على مداخل العاصمة أثرت على الحركة المرورية لغاية هذه اللحظة؟ هل هناك أي شيء من المعوقات تعاملتم معها لهذا الصباح؟ أخي والحمد لله رب العالمين لغاية هذه اللحظة كان هناك حوادث بسيطة جدا تم التعامل معها من قبل مجموعات الحوادث، ولا إعاقات نهائيا والحمد لله رب العالمين لغاية هذه اللحظة. أشكرك جزيلا. أشكرك جزيل الشكر المقدم عيد الخرشة رئيس قسم الدوريات المرورية في إدارة السير، صباحك سعيد، تحياتي إليك. مباشرة راح نروح في تقرير أوسع وأشمل للطرق الخارجية من خلال إدارة الدوريات الخارجية، الملازم معتصم العمري من غرفة العمليات. معتصم صباح الخير. وبارك فيك يعني احنا في رابط مباشر مع قناة الأردن اليوم، وكذلك لمستمعي من FM ملامح الحركة المرورية الصباحية على الطرق الخارجية والحالة الجوية بحسب ما وردك من المفارز على الطرق الخارجية. الطرق الخارجية تقديم يد العون ومساعدة وضبط المروري لغاية الآن ما في عوائق تذكر على الطرق الخارجية. كان في فترة صباحية ضباط على طريق بلعمة، مدى الرؤية واضح الآن لا شيء. أيضا طريق ناعور باتجاه البحر الميت أيضا الآن لا شيء والوضع طبيعي. طريق حاليا الحركة نشط على معظم طرقنا الخارجية، طريق إربد عمان باتجاه العاصمة عمان. أيضا طريق المطار، طريق الأسراد الزرقاء وبالعكس طريق الأزرق حركة نشطة لا عوائق لا شيء. ذكر فقط قبل قليل ورد اتصال من مندوبنا على طريق الأزرق في حادث تدهور لمركبة. نتج عن حادث إصابة بسيطة بحمد الله لا شيء الآن. فقط حاليا بس طريق الصحراوي موجود التحويلات. العمل جاري، حركة نشطة، ما في أي عوائق لا شيء أي شيء. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بدي أشكرك. بالنسبة للحالة الجوية يعني لم تبلغوا عن أي شيء من
الغبار أو أمطار أو غيره من هذه الملاحظات الجوية على الطرق، لأن سيما أنه تردنا ببعض الرسائل خصوصا بمناطق الشمال، هل من معلومات لديكم؟ طريق بلعمة وكان مدى الرؤية واضح، ما في أي شيء. حاليا الضباب انتهى والأمور وضع الرؤية واضح. نعم أشكرك. نعم أشكرك جزيل الشكر الملازم معتصم العمري من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، صباح الخير عليك، الشكر الموصول للنشامة اللي منتشرين على الطرق الخارجية من إدارة الدوريات، صباحكم سعيد. شكرا زميلك كاتي، يعني هذه أبرز ما لدينا من الحالة المرورية سواء كان على الطرق الخارجية أو على العاصمة عمان من خلال إدارة السير المركزية. حقيقة يعني الوضع طبيعي ولم نبلغ عن أي من المعوقات. النشامة في إدارة السير يتعاملوا مع أي ملاحظة أولا بأول حتى لا يكون هناك تراكم وتباطؤ بعملية السير، يقوموا بتسهيل الحركة المرورية وتسهيلها وتنظيمها أولا بأول. على الطرق الخارجية لم نبلغ عن أي حوادث مرورية يمكن أن تذكر باستثناء الحادث اللي ذكروا اللي هو تدهور ونتج عنه إصابة واحدة. ما نرجوه دائما وأبدا من خلال هذا الأثير ومن خلال شاشة تلفزيون الأردن اليوم بكل تأكيد دائما وأبدا من الأخوة المستمعين المشاهدين المواطنين أنه يكون في هناك التزام بقواعد وأولويات المرور، الابتعاد عن المخالفات الخطرة التي تتسبب بالحوادث المرورية، المخالفات الخطرة الكل بيعرفها والكل يعني أصبحت معروفة ومعلومة للجميع من خلال أسباب الحوادث التي يتعامل معها النشامة في قسم التحقيق الفني في إدارة السير المركزية. المخالفات الخطرة المعروفة وهي التجاوز الخاطئ، السرعات الزائدة، الانشغال بغير الطريق ومنها استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، الانحراف بشكل مفاجئ أو تغيير المسرب، هذه أهم المخالفات الخطرة التي تتسبب بالحوادث المرورية. ما نأمل من الجميع الالتزام وأن يكون دائما وأبدا يبدأ بنفسه من خلال هذا الالتزام. بالنسبة للوضع المروري هذا كل ما لدينا، بالنسبة للوضع الأمني هناك نشامة أيضا من كافة الإدارات الأمنية والشرطية يقومون بواجبهم على أكمل وجه وعلى مدار 24 ساعة يقدمون الخدمات الأمنية والشرطية في كل مواقعهم من الأقاليم والمديريات ومراكز الشرطة وكل الإدارات الأمنية والشرطية. أعود إليك مع كل الاحترام وكل التقدير والتحية لكل مشاهدينا عبر هذه القناة. بدي أشكرك زميل النقيب حازم المستريح على هذه المعلومات ونوجه تحية لكل نشامة السير وأجهزتنا الأمنية اللي دائما بيكونوا حمينا وحمينا على الطرقات وحمين هذه الوطن الغالي علينا. بدنا نشكركم، نشكر الرسائل التوعوية اللي بتقدموها للمواطنين حتى ينتبهوا أكثر على الطرقات ودائما بتكونوا مواكبين لآخر التطورات. يعطيكم العافية ودمتم إلنا ولها الوطن دخر. شكرا لكم. شكرا لك زميلة كاتي وتحياتنا لكم جميعا. أعود إليكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. بدنا نشكر طبعا زملائنا بأمن اف ام على هذه التغطية اللي احنا متواصلين دائما فيها ان شاء الله حتى نحطكم بوضع السير ودرجات يعني كيفية درجات الأزمة، درجات اي شخص من ان كان هناك لا سمح الله حوادث موجودة مرورية.